حسين فواز بسرعة أطول الميكرو لحسين تفضل قبل ما ودع الست ماي والأساس هادي. حسين فواز أحد ثوار ثورة 17 تشرين تفضل. اليوم خلينا نرجع شوي لوضع اليوم اللي صار، يعني اللي شفناه اليوم صار لازم نطالب بحكومة تكنو سنجارية. اليوم اللي شفناه الطوفان الطوفان بالبلد بحتاج لسنجري يستلم رئاسة حكومة. بدي اتوجه لقائد الجيش اللي منجله ومنحترمه العماد جوزيف عون، قل له جلس البوص لوديرة بالمسار الصحيح، اهجم على القصور واحجزهم وحطهم بالإقامة الجبرية، كل الحكام الفاسدين وزراء نواب ورؤساء يحطهم بالإقامة الجبرية ويسترد الأموال المنهوبة ويعمل على القضاء المستقل لحتى ما يتدخلوا فيه السياسيين. هيدا هدفنا نحن الثوار، نحن الثوار من أول يوم نزلناه طلبنا استقالة حكومة، مش طلبنا استقالة حكومة لحتى يجي شكله حكومة مشبوهة بتسمية مشبوهة. اليوم سمير الخطيب عليه شبهات كتيرة، وسعد الحريري هو من قال عنه مختلس. فإذا نحن عم نطالب بحكومة إنقاذ للوطن إلى الشارع يا شباب، يلا أكيد. ومن هون ومن هون ومن هون بدي أدعي من هون نهار الأحد الشعب اللبناني كله ينزل على الشارع لرفض هيدي التسمية ولرفض هيدي الحكومة المشبوهة. وبدي أقول لك أستاذ مارسيل، وبدي أقول لك أستاذ مارسيل، عقبال ما نشوفك فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وأنت بعدك ما وصلت لعمر التسعين. لا لا لا، شكرا.